طيب قلب سمسمة، لو حابين تعرفهم انا عملت كل الجمال ده كله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة جدا كيكة الخوخ، حاجة جميلة خالص ان شاء الله هتعجبكم. بس طبعا لو اول مرة تشوفي القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان يوصل لك كل جديد من تكات وحركات سمسمة، وتحطوا السمسمة احلى لايك. ويلا بينا نشوف كل التكات والحركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا ومفيدة وبتدفي طبعا في الشتاء كده، عاوزين الحاجات المسكرة الجميلة دي. هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي كيكة الخوخ بكل التكات والحركات. بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان يوصل لك كل جديد من تكات وحركات سمسمة، وما تنساش تقول لحبايبك واصحابك على التكات والحركات. ويلا بينا نشوف معانا مقادير ايه. معايا حبايب قلبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، معايا 4 كوبايات من الدقيق طبعا منخولين كويس جدا، يعني بننخلهم مرة واتنين وعلشان يبقى فيها شاشة كده للكيك، عليهم طبعا رشة من الملح، ومعايا كيس كيك شيف، معايا 1.5 كوباية من عصير الخوخ، معايا 1 كوباية من السمنة والزيت على بعض، معايا 1.5 كوباية من السكر الناعم الأبيض، معايا 6 بيضات، ومعايا فانيليا. هي دي بس مقاديرنا، طبعا حاجات موجودة في كل بيت سهلة جدا والنتيجة بتبقى تحفة جدا جدا. يلا بقى نقول بسم الله، وطبعا يا حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا بقى نشوف معانا الطريقة ازاي ونقول بسم الله. في بولة يا حبايب قلبي هبتدي انزل بالبيض، بسم الله الرحمن الرحيم، وعليهم 1.5 كوباية من السكر، اهو ننزل كل الكمية كده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وابتدي اضربهم لحد ما لون البيض يتغير خالص واحس ان السكر داب معاه زي ما احنا شايفين كده. طريقة حلوة جدا جدا، وطبعا الكيكة دي بصراحة مظلومة ومش واخدة حقها خالص. احنا اتعودنا على كيكات معينة، كيكة شوكولاتة، كيكة فانيليا. انا طبعا عملت معاكم قبل كده كيكة الجوافة باللبن، وكانت بصراحة يعني كانت تحفة جدا، وكانت طعمها مميز. يعني انا كنت حاسة ان انا باكل كده، مش باكل كيكة، انا كنت حاسة ان انا باكل بسبوسة، كان طعمها بيدوب كده وحلوة جدا. فبصراحة أنا بحب الكيكات بجميع أنواعها يعني، فالكيكة دي بصراحة من الكيكات الحلوة جدا على قلبي، وبصراحة بحسها يعني مظلومة، فحبيت النهاردة إن أنا أشارك معاكم الوصفة الجميلة دي. زي ما احنا شايفين كده أنا هفضل بقى لمدة 10 دقايق اضرب البيض لحد ما لونه يفتح او يبيض معايا، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا يا حبايب قلبي انا ضربت الخليط بتاعنا اللي هو البيض والسكر لمدة 10 دقايق، شايفين لونه بقى ابيض وجميل ازاي. هبتدي احط معلقة كده من الفانيليا السايلة، وزي ما اتفقنا طبعا اي نوع فانيليا موجود سواء البودرة او السائل، برضو انزل بالزيت والسمنة كده مع بعضه، او الزيت والزبدة او الزيت بس المتوافر عندك اعمليه. احنا مش عايزين نمشي يا جماعة على مسطرة كده ونقول لا مش هنعمل الوصفة دي علشان خاطر الحاجة دي مش عندنا، لا، هي الوصفات كتيرة والطرق اكتر، وكل واحد بيختلف من قد مننا يستفاد كده. وطبعا ما تنسوش تقولوا لحبايبكم واصحابكم على التكات والحركات. بصوا خلاص انا دوبت كل السمنة والزيت، هبتدي انزل بالسوائل بتاعتي اهو، اللي هو عصير الخوخ، معايا 1.5 كوباية من عصير الخوخ. طبعا لو احتجت النص نص كمان هضيفه، بس طبعا هنصبر بس لحد ما نشوف القوام بتاع الدقيق او بتاع الكيك، لان طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع زي ما احنا عارفين اهو.
خلاص كده حبايب قلبي، ابتدي بقى اجيب الدقيق واحط عليه الكيك شيف او البيكنج باودر. بصوا يا حبايب قلبي، انا هبتدي انزل بكيس من الكيك شيف اهو. حلو جدا الكيك شيف ده، احسن كتير من البيكنج باودر. انا بصراحة بحبه جدا، لان بصراحة بيديني لون حلو جدا للكيك، وبيكون كده الكيك معايا طري وهش وحلو جدا. طبعا الدقيق زي ما اتفقنا ان احنا نخلينه مرتين، وحط عليه رشة من الملح، وطبعا حطيت عليه دلوقتي الكيك شيف اهو. نبتدي بقى حبايب قلبي نجيب الخليط بتاعنا وننزل بيه بنصه كده او بالتدريج ونقلب. انزل برضو ببقية الدقيق كده كده من الجناب ومن تحت، اتدوب كويس. يا ريت يا حبايب قلب سمسمة اللي يعجبه الفيديو لايك وشير، وطبعا اشتراك في القناة علشان توصلوا كل التكات والحركات، وطبعا تقولوا لحبايبكم واصحابكم على التكات والحركات علشان ان شاء الله مع بعض نكبر ونكسر الدنيا. بصوا حبايب قلبي الكيكة القوام بتاعها بقى عامل ازاي، هو ده القوام اللي انا عاوزاه، هي كده مظبوطة جدا. يعني الاربع كوبايات طبعا بالمج المعياري او المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي الموجود في كل بيت، انا معايره 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم كوبايه ونص من عصير الخوخ. القوام مظبوط جدا جدا. طبعا انا معايا صينيه اهو مبطناها بالسمنه والدقيق، هبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل كده الخليط بتاعي كله. طبعا انا من اول ما ابتديت الفيديو وانا كنت مشغلة الفرن علشان طبعا يسخن، زي ما كلنا عارفين ان لما بنبتدي نشتغل في اي كيك بنشغل الفرن علشان خاطر يسخن ونبتدي نحط فيه الكيك على طول. طبعا انا عاملة الحرارة على 180، هدخل بقى الكيك، وطبعا الخطوة دي مهمة علشان خاطر نخرج اي هواء كده في الكيك ونظبط الكيك. طبعا اسفة على الصوت بس لازم نعمل الطريقة دي. دي حاجة. تاني حاجة، لازم ندخل الكيك زي ما احنا عارفين على فرن سخن، طبعا درجة حرارة 180، هدخلها من تلت ساعة لنص ساعة، وما نفتحش عليها في التوقيت ده الفرن خالص. وطبعا بعد مرور الوقت ده هبتدي اجيب خلة او العصيان بتاعت الشيش تاوك وابتدي اختبرها، وطبعا لو معايا مظبوطة، يعني لو الخلة او العصاية طلعت نظيفة بنخرج الكيك، لو لسه طرية ببتدي اسيبها كمان 10 دقايق. يلا بقى ندخلها الفرن ونرجع نشوف مع بعض كل التكات والحركات، ونشوف هنعمل ايه تاني على ما الكيكة بتاعتنا تستوى. هنرجع مع بعض نشوف كل التكات والحركات، وما تنسوش تحطهم اللايك. حبايب قلبي على ما الكيك بتاعنا يجهز هنعمل حاجة كمان يا حبايب قلبي. انا معايا معلقة كبيرة من النشا، ومعايا دول حوالي، يعني الكوباية دي حوالي مج ونص من بتوع الشاي اهو، شايفين هي حجمها كبيرة، يعني ده الكوباية دي المعيار بتاعها كوباية ونص من المج اللي هو العادي الموجود في كل بيت، ومعايا نشا. هنعمل ايه بقى بالحاجات دي؟ انا عايزة اعمل صوص خوخ. هنعمل صوص خوخ. صوص خوخ هبتدي اجيب حلة كده او اي حاجة، وهبتدي اجيب احط كده العصير اهو، طبعا كل ده لسه على البارد اهو، وهنزل بالمعلقة بتاعة النشا.
وهدوبهم طبعا كويس جدا يا حبايب قلبي. انا حلياه بالسكر عادي، يعني ده عصير محلي بالسكر، فالكيكة دي بتبقى طعمها يعني بتبقى مسكرة، وفي نفس الوقت بيبقى فيها مزازة اللي هي بتبقى طبيعي موجودة في الخوخ، فوصفة حلوة جدا. وطبعا انا مش قادرة اقول لكم على الريحة، يعني ريحتها بصراحة تحفة، يعني قلب ريحة الدنيا بصراحة. نبتدي بقى نرفعها على النار. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، هو بدأ يتقل معايا اهو، هو ده القوام اللي انا حباه. شايفين بقى اتحول ازاي، حاجة كده ما شاء الله. وطبعا البكبكة دي معناه ان هو كده بقى مظبوط، هندفع عليه بقى. بصوا حبايب قلبي، انا فرغت الصوص، شايفين اهو، شايفين الجمال ده بقى تحفة. طبعا انا فرغته كده علشان خاطر يبرد على بال ما الكيكة نخرجها. الكيكة دي فعلا حلوة جدا وريحتها بتبقى تحفة، بس هي بصراحة مش واخدة حقها زي كيكة البرتقال او كيكة الفانيليا او كيكة الشوكولاتة او الكيكات اللي احنا عارفينها. فبتمنى تكون الوصفة حلوة، وطبعا مقاديرها موجودة في كل بيت. طيب هتقولولي طيب ما لو ما فيش عصير خوخ نعمل ايه؟ انا عاملة النهاردة بكياس اللي هي العصير طبعا اللي بنشتريه من اي سوبر ماركت، يعني ما كلفتنيش حاجة، والدقيق والحاجات كلها موجودة في كل بيت علشان ما نكلفش نفسنا، بس في نفس الوقت نعمل لولادنا كده كل اللي نفسهم فيه. يلا بقى هستنى لما الكيكة تخرج من الفرن، وبعد كده هنشوف كل التكات والحركات. بصوا حبايب قلبي، انا خلصت كل الكريم شانتيه اهو، هبتدي احط بقى الكريز كده. بسم الله الرحمن الرحيم، متنسوش يا حبايب قلبي سمسمة تحطوا اللايك. نكمل بقى احنا رص كل التكات والحركات دي ونشوفها مع بعض. انا حطيت كل الكريز زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي. ايه رأيكم بقى؟ كيكاية بسيطة جدا بمقادير موجودة في كل بيت، وطعمها وريحتها وشكلها تحفة جدا. اتمنى ان تكون الوصفة طبعا عجبتكم، واكون طبعا ضيفة خفيفة عليكم، ونكون بنقدم مع بعض كده كل التكات والحركات بمقادير موجودة في كل بيت. وما تنسوش يا حبايب قلب سمسمة تحطوا اللايك طبعا فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل التكات والحركات. وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة، بس انا حابة اقطع قطعة كده علشان نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. يلا بينا.